راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ما شاء الله تبارك الله، اليوم لدينا في هذا الدرس طلاب جدد، فلنبدأ بتعريف بأسمائكم ومن أي دولة أنتم. تفضل. اسمي سامي وأنا من بريطانيا. أنت اسمك سامي ومن بريطانيا، ما شاء الله تبارك الله. معنا طالب من الدفعات السابقة، عامر من كشمير، ما شاء الله تبارك الله، كان معنا في اللقاءات السابقة وفي الحصص الماضية. ولعلك تعرف باسمك الكريم. اسمي محمد، أنا من موريشوس. ما شاء الله تبارك الله، لدينا سامي من بريطانيا ولدينا محمد من موريشوس، ما شاء الله تبارك الله. طيب، جميل جدا. الآن سوف نذكر أنفسنا بما درسناه في الدرس الماضي. حين قدمنا الدرس تحدثنا عن أربعة أحرف هجائية، وكانت الباء والتاء والثاء وماذا؟ النون. جميل جدا. كانت هناك ملاحظة على حرف التاء، وقلنا أن حرف التاء يكتب في آخر الكلمة بشكل مختلف عن منتصف الكلمة عن أول الكلمة. ولو لاحظتم على الشاشة والعرض الذي سوف يظهر لكم على الشاشة، حرف التاء في الأول نقول التاء والتاء المربوطة، فسميت مربوطة لأنها كتبت على شكل دائرة، تمام؟ فسوف هذا التمرين كان لكم في اللقاء الماضي. استمع إلى الكلمات الآتية وردد مع زميلك ولاحظ نطق الحرف أو حرف التاء في آخر الكلمة. فالكلمة الأولى بقرة، هذا كان هو، ممكن تعيدون الكلمة معي؟ بقرة، بقرة، أمة، أمة، سنة، سنة، مكة، مكة، مسلمة، مسلمة، سنبلة، سنبلة، تجارة، تجارة، سورة، سورة. هذا كان التمرين الذي طلبنا منكم أن تستمعوا وترددوا مع بعضكم البعض في المنزل عندما كان نهاية الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله سوف نستمر ونكمل الدراسة في الأحرف الهجائية الأخرى، وأتوقع بأننا اليوم سوف يكون لدينا الدرس الثالث، والدرس الثالث سوف يحتوي على ثلاثة أحرف هجائية وهم كالآتي: الحرف الأول على اليمين يقال له جيم، الحرف الآخر في المنتصف حاء، والحرف الآخر وهو الأخير على اليسار حرف الخاء. إذن جيم حاء خاء، لدينا ثلاثة أحرف. مثل ما فعلنا سابقا سوف ندرس هذا الحرف في أصوات مختلفة وفي كتابة مختلفة، يعني أشكال الرسم تختلف من أول الكلمة إلى منتصف الكلمة أو وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. طيب، إذا لديك أي مشكلة في الفهم فلا تحزن ولا تقلق، سوف نواصل مع بعضنا البعض ونفهم. إذن سنبدأ بحرف الجيم. إذن في الكتابة ترون الرسم واضحا جدا، حرف الجيم يكتب بهذه الطريقة، واضحة لديكم. الآن سننتقل في السطر الأول، لو رأيتم باللون الأصفر واللون الأحمر واللون الأسود، هذا ما نسميه أشكال الصوت. فالحرف له أصوات ثلاثة هنا:
أولا الفتحة مثل ما ذكرنا سابقا فينطق آ جا جا. قولوا معي جا 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 جا. مهم جدا أن تنطق الجيم بهذا الشكل جا جا جا, جا. تمام. ننتقل إلى الكسرة سيكون عامر. عامر هل تذكر الكسرة ماذا كنا نقول؟ نعم كنا نقول جي. إي إذن جاء جي جي. أنا بدأت بعامر في المنتصف لأن عامر كان معي في الدرس الماضي. طيب والحرف الأخير يقولون عنه الضمة وهو يكون بضم الفم كذلك جو جو. لعلنا الآن ننظر إلى الأمثلة تحت في السطر الثاني. فالجاء المثال عليها بالصورة لابد أن تفهمون هذه الكلمات. جمل جمل. قولوا معي جمل جمل. جميل جدا. انظروا الجمع من هذه الكلمة. عندما يكون عندنا أكثر من جمل نقول جمال جمال. إذن الجي مكسورة مكسورة يقولون عنها بالكسرة. تمام. قولوا معي جمال جمال. أحسنتم. سننتقل إلى آخر صوت بحرف الجيم في هذه الشريحة وهو حرف الجيم بالضمة يكون جو. فنقول قولوا معي جبن 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 جبن. جميل جدا. إذن الآن عرفنا أن حرف الجيم ينطق بثلاثة أشكال مثل ما هو الحال في بقية الأحرف جا جي جو. ننتقل بعد ذلك إلى حرف آخر وهو الحاء. قبل ذلك ذكرنا لكم نقطة وقلنا هذه التي تأتي في المنتصف كما ترون هذه ماذا نسميها؟ نحن في العربية نقول عنها نقطة. انظروا إلى حرف الحاء. هو في الرسم مثل الجيم الفرق أنه لا يوجد هنا نقطة فأصبح الحرف حاء. إذن وأنت ترسم الحرف أو تكتب الحرف ليس هناك أي إشكال سوف تكتب الحاء مثل الجيم. الفرق هو التنقيط يقولون عنه في اللغة العربية التنقيط. طيب الآن مثل ما ذكرنا في حرف الجيم يوجد لدينا في الحاء ثلاث حركات. هل ممكن يا سامي تذكر لي الحركة الأولى التي هي بالفتحة؟ فتحة؟ نعم. ماذا نقول؟ حاء. أحسنت. حاء. لماذا أنت قلق؟ عدها مرة أخرى. حاء حاء. أنت صحيح حلك صح لا تتردد. أحسنت. طيب وماذا عن الكسرة يا عامر؟ حي حي حي. ليس هاء حاء حاء. الهاء حرف آخر. إذن لابد أن نحرص على حاء. أنت تعرف عندما يأتي شيء حار ماذا نقول؟ كل اللغات يقول أح. هو هذا الصوت أح. إذن نقول حي. طيب محمد الصوت الأخير هو بالضمة ماذا نقول؟ حو. أحسنت. حو. كثير منا عند الضمة ينقل في يعني في الحرف ويقول هو. طيب لابد أن نحذر ونقول الحرف حاء وهو من أصعب الحروف إذا لم تمارس وتتدرب عليه جيدا لا سيما من ينطق اللغة العربية بلغات يعني مثل الإنجليزية والإسبانية يصعب عليهم حرف الحاء. أما الخاء في الإسبانية فلا يصعب عليهم ذلك. انظروا إلى الكلمات والأمثلة. الحاء بالفتحة عليها كلمة كرروها بعد ما أنطقها أنا حلوى. حلوى. أحسنتم. انظروا إلى الصورة الثانية. صورة الله يكرمكم حمار. حمار. انظروا كسرة حمار. حمار. وأخيرا هذه الصورة معروفة لدينا كائن حي في البحر نقول عنه حوت. حوت. انظروا إلى شكل الفم حتى تعرف أنك نطقته بشكل صحيح لابد أن يكون بشكل دائري. حوت. الكسرة كأنك تضحك حي. أما الفتحة فهي فتحة الفم بشكل طبيعي حا. جميل. هل لديكم أي ملاحظة أي أسئلة؟ إذن إلى الآن نعرف حرف الحاء. سنتعرف في الشريحة الأخرى إلى حرف آخر.
هل يوجد فيه نقطة هذا الحرف؟ انظروا إلى الصورة فوق، هل يوجد نقطة؟ انظروا، هذه ما ذكرناه سابقا نقول عنها نقطة، فإذن يوجد نقطة. أين هي؟ هل هي في المنتصف هنا؟ لا، هي توجد في الأعلى، ولذلك هذا الحرف نقول عنه حرف الخاء، من أصعب الحروف أيضا لكن ليست صعبة عندما تمارس. خاء نقوله بالأصوات الثلاثة، بالفتحة خاء، قولوا معي خاء، خاء، وبالكسرة خي، خي. انظروا إلى شكل الفم، الأسنان تظهر خي، خي. وانظروا إلى أخيرا الفم يصبح بشكل دائرة خو، خو. إذا لم تنطق بهذا الشكل، فم الفم لم يكن بشكل دائرة، إذن لم تنطق الضمة خو. ننظر إلى الأمثلة التي لدينا. المثال الأول، الصورة واضحة، نوع من أنواع الخضروات نقول عنه خس. قولوا معي خس، ليست خص، خس، خس. أحسنتم، لا مشكلة بالأحرف التي لم ندرسها، سوف ندرسها إن شاء الله لاحقا وتتقنون النطق. انظروا إلى الصورة التي تليها، هذه أيضا من الخضار نقول عنها خيار. قولوا معي خيار، 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 خيار. وأخيرا الصورة الأخيرة بحرف الخاء وهو في الضمة نقول عنه خبز، 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 خبز. إذن تعرفنا أن الحرف أيضا ينطق خاء، خي، خو. هل لديكم أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب جميل جدا، ننتقل إلى المثال الذي أو إلى التمرين الذي يلي هذا الدرس، والآن ندخل إلى التطبيق. ماذا نريد منكم؟ الآن حرف الجيم، نريد أن نكتب حرف الجيم ونعرف هل هو بالفتحة أم بالضمة أم بالكسرة. فانظروا إلى الصورة الأولى، هذا الذي لدينا الصورة نقول عنها باللغة العربية مسجد. إذن سوف ندخل حرف الجيم، جميل، ماذا سنقول؟ مسجد. إذن حرف الجيم هل سيكون بهذا الشكل، مس جد، 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 هل هو فتحة أم ضمة أم كسرة؟ مس جد، كسرة. أحسنت، إذن هو بالكسرة. طيب انظروا إلى الصورة التي تليها، نفس حرف الجيم، ما هو الفرق؟ هل هي بالفتحة أم بالضمة أم بالكسرة؟ انتظروا قليلا، أنا أريد سامي يجيب على هذا السؤال. جمل، جمل، هل هي بالفتحة أم بالضمة أم بالكسرة؟ فتحة. أحسنت، بالفتحة، لأننا نقول جاء، الكسرة جي، الضمة جو. أكرر ذلك حتى نفهم. طيب ننتقل إلى الصورة الثالثة، ولدينا عامر. انظر يا عامر، هذه الكلمة لو أضفنا حرف الجيم، جميل، هل يكون أنا سوف أنطقها وأنت تقول لي التشكيل، هل هي نجيم أم أنظر للكلمة الحقيقية، سأنطقها الآن بشكل صحيح، نجوم، نجوم. ما هو التشكيل الحقيقي لحرف الجيم؟ نجوم. ماذا نقول، هل هي فتحة كسرة أم ضمة؟ ضمة. أحسنت، إذن هنا الضمة، وسوف تجدون في نهاية الدرس إن شاء الله حلا مكتوبا واضحا بهذا. طيب الآن لدينا محمد، الصورة ما قبل الأخيرة، نحن ذكرنا المفرد جمل، والجمع أيضا لدينا حرف الجيم، لكن كيف ننطقها؟ جمال. فهل هي يا محمد فتحة أم ضمة أم كسرة؟ فتحة. جمال فتحة؟ هل نقول عنها، محمد يقول فتحة، الجواب غير صحيح. انظر يا محمد واسمع لي جيدا، نحن نقول جمال أم جمال؟ جمال. أحسنت، إذن عندما يكون على شكل النزول والفم والأسنان ظاهرة مثل ما ذكرت لكم هي الكسرة، جمال، أما جمال فهي الفتحة. إذن جواب الصحيح هو الكسرة، أليس كذلك؟
إذا سئلتم أليس كذلك قولوا بلى للموافقة ونعم إذا لا تريد أن توافق. فهل ذلك واضح؟ نعم. واضح. أنتم تقولون هكذا، أريدكم أن تقولون واضح. واضح مثل ما ذكرنا يعني صحيح، غير واضح قولوا هكذا غير واضح. جميل. إذن هذه بالكسرة جمال. وأخيرا نعود إلى سامي ونقول يا سامي انظر إلى الكلمة الأخيرة سوف أنطقها لك وأنت تخبرني بالتشكيل الصحيح. نجم، نجم. إذن لدينا حرف الجيم أيضا في منتصف الكلمة ينكتب بهذا الشكل أو يكتب بهذا الشكل. ما هو التشكيل الصحيح؟ هل هي الفتحة أم الضمة أم الكسرة أم السكون الذي ذكرناه في الدروس الماضية؟ السكون عندما لا يكون لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. نجم سكون. ماذا تظن؟ أحسنت. إذن هي السكون، والسكون عبارة عن دائرة صغيرة، هذه نسميها دائرة، دائرة صغيرة تكون في أعلى الحرف والصوت حتى تبين لنا أن الحرف ليس لديه أي حركة أخرى من الفتحة أو الضمة أو الكسرة. هل ذلك واضح؟ واضح. طيب نحن الآن سنتجه إلى درس آخر أو إلى تمرين آخر. سنكتب اسم الصورة. الآن نكتب اسم الصورة. أنا لن أطلب منكم كتابة لأننا نعرف نحن في المستوى المبتدئ، حتى تكرروا كتابة الكلمات التي أخبرتكم أن تحفظوها لأننا نمر على كلمات. وبما أننا في بداية الدرس سوف نركز على الصوت فقط. فهمتم ذلك؟ ذلك واضح. أحسنتم. انظروا إلى الصورة الأولى وهي مكررة درسناها قبل قليل. نجم. ما هو حرف الجيم؟ لو كان هنا جيم ماذا ستفعلون؟ هل سيكون سكون فتحة ضمة كسرة؟ ماذا ترون؟ نبدأ من عامر. السكون. أحسنت. نج. إذن السكون. أيضا نجوم سوف تأتي في منتصف الكلمة وتكون بهذا الشكل. ولدينا محمد. نجوم. ماذا تظن؟ هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة أم سكون؟ نجوم. ضمة. أحسنت. جو جو جو، الفم يكون بشكل دائرة. نجوم. طيب ننتقل إلى الأخير أو ما قبل الأخير، الصورة الثالثة بالحقيقة. حرف الجيم الآن لدينا وكلمة تنطق جمل. هل هي فتحة يا سامي أم ضمة أم كسرة؟ جمل. فتحة. أحسنت. جمل. إذن هذا فقط تمرين حتى نفهم ما درسنا من قبل. وأيضا يوجد لدينا كثير من ماذا نقول يا عامر؟ جمال. جمال. هل هي فتحة يا عامر أم ضمة أم كسرة؟ كسرة. أحسنت. كسرة. جمال. جمال. الأسنان تظهر. جمال. وأخيرا آخر صورة لدينا يا محمد كانت مسجد. جد. مسجد. انظر إلى حرف الجيم الآن، هل نعطيه فتحة أم ضمة أم كسرة أم سكون؟ مسجد. أحسنت. ما هي؟ مسجد. كسرة. أحسنت. يوجد كسرة. انظر إلى دائما انظر إلى حركة الفم وتعرف الفتحة من الضمة من الكسرة. أ-إ-أو. راقب ذلك جيدا، راقب ذلك جيدا. طيب هل يوجد أي سؤال؟ واضح لكم؟ طيب جميل جدا. عامر يقول واضح. أحسنت يا عامر. طيب ننتقل إلى ما بعد ذلك، ولعلنا ننتقل إلى مجموعة من التمارين. التمرين الذي أمامكم، اكتب اسم الصورة مع ضبط حركة الحاء فيما يأتي. سوف أنطق لكم لأنها هذه كلمات جديدة عليكم، فسوف أنطق الحاء وأنتم تشكلون الحرف لأننا لا نركز على الكلمات الآن بحكم أننا ندرس الحروف الهجائية. إذن الصورة الأولى حرف الحاء سوف يكتب في المنتصف إذن بهذا الشكل. حجار. حجار. بنبدأ من سامي مثل ما هي العادة. سامي، هل هي بالضمة أم بالكسرة أم بالسكون؟ حجار. حجار. هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة؟ كسرة. أحسنت. كيف عرفنا أنها كسرة؟ الأسنان تظهر. حجار.
حي اذا كسره. طيب ننظر يا عامر في الصوت وفي شكل الفم. ح حلوى، حرف الحاء يكتب في منتصف الكلمه وفي اول الكلمه بهذا الشكل، ح حلوى. ما رايك، هل هي فتحه مضمه ام كسره؟ الفتحه. احسنت، فتحه حلوى. طيب انظر يا محمد الصوره الثالثه، الحرف يكتب بهذا الشكل حاء لانه في بدايه الكلمه، ونقول عنه حبل. حبل حبل. احسنت، الحاء هل هي فتحه ام ضمه ام كسره؟ حاء فتحه. احسنت، فتحه. انظروا الى سامي الى الصوره الرابعه، بحر، هو يكتب بحرف الحاء بهذا الشكل، بحر. بحر سكون. سكون، احسنت. طيب انظر الى الكلمه التي تليها، حبر. محمد او عامر اسف، حبر ماذا تكون؟ كسره. احسنت، كسره. طيب الصوره التي تليها، حوت، ماذا تقول يا محمد؟ حوت ضمه. اذا نضع الضمه. طيب انظروا الى الصوره الثالثه، ح حمامه. ح حمامه، سامي هل هي فتحه ضمه ام كسره؟ فتحه. فتحه، ح حمامه. وفي الاخير عامر، حديد. حديد، هل هي فتحه ام ضمه ام كسره؟ الفتحه. احسنت، ح حديد. اذا هذا تمرين جيد كان لما درسناه من الاصوات. طيب ننظر الآن في نفس التمرين لكن على حرف الخاء. انظروا الكلمة الأولى، حرف الخاء يكتب بهذا الشكل ويوجد نقطة. طيب لدينا محمد الآن، سنبدأ من محمد لأن وقفنا عند عامر الآن. خف، خف، هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة أو سكون؟ خف ضمة. أحسنت، ضمة، إذن الشكل بهذا الشكل. وهذه صورة حجر، ح أو ما هو حرف الخاء؟ حرف الخاء، ماذا تظنون ما هي هذه الصورة؟ حجر. حجر، إذن ليس لها علاقة. سنترك هذه الصورة، هي صورة خاطئة، نضع عليها علامة خطأ وننتقل إلى الكلمة التي تليها، خاء، خاتم. ها، هل هي بالفتحة؟ من لدينا الآن؟ لدينا محمد أو جاوبت؟ أجبت؟ no. طيب ننتقل إلى سامي. سامي، خاتم، هل هي بالفتحة أم الضمة أم الكسرة؟ فتحة. أحسنت، فتحة. نضع النقطة، نضع النقطة ونقول خاتم. طيب عامر الصورة التي بعدها، خنجر. خنجر، هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة؟ فتحة. أحسنتم، فتحة. طيب محمد الصورة التي بعدها، خروف. خروف، فتحة أم ضمة أم كسرة؟ خروف فتحة. فتحة، إذن نضع علامة الفتحة. طيب سامي مجددا، حرف الخاء هنا، خيار. خيار، هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة؟ كسرة. أحسنت، خيار. سامي أحسنت، جدا ممتاز. ننتقل إلى عامر، وآخر صورة لدينا، حرف الخاء في بداية الكلمة، خبز. ماذا تقول يا عامر؟ هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة أم سكون؟ ضمة. 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 أحسنت، انطقها بشكل صحيح، ضمة. إذن نقول ضمة، خو. هل لديكم أي سؤال؟ الآن أخذنا حرف الحاء وأخذنا الجيم والحرف الخاء. طيب نريد أن نكتب حرف الجيم في أول الكلمة يا شباب مثل ما ذكرنا بهذا الشكل، وإذا وجد في وسط الكلمة ممكن يكون بهذا الشكل أو بهذا الشكل، يوجد شكلين هناك، يعني شكل على اليمين وشكل على اليسار، فعليكم أن تكرروا هذه كتابة. هذا كيف نرسم الحرف، كيف نرسم الحرف. لا تنسوا دائما في اللغة العربية نحن نكتب من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار، لا تذهب تكتب من اليسار إلى اليمين،
تمام؟ انظروا في آخر الكلمة، حرف الجيم غالبا يكون بهذا الشكل إذا كان منفصلا عن الكلمة الحقيقية، وهذا إذا كان في نفس الكلمة يكون له وصلة ثم تكمل الوصلة بهذا الشكل. أما إذا كانت الكلمة مكتوبة وبقي حرف الجيم فهي تكتب بهذا الشكل، وكذلك الحاء وكذلك الخاء وكذلك الجيم. فلذلك سوف نذهب مباشرة، ذكرت لكم هذه الملاحظة لأن هذه الأحرف تعتبر مثل الأخوان، تتكرر الخاء والجيم والحاء في الرسم، والفرق كما ذكرنا سابقا هو النقطة، الجيم في منتصفها نقطة، الخاء في أعلى منها نقطة، أما الحاء تكون بلا نقاط. انظروا إلى حرف الحاء وهو ما ذكرته لكم سابقا في أول الكلمة، مثله مثل الجيم، مثله مثل الخاء، وفي منتصف الكلمة كذلك، وفي آخر الكلمة كذلك. ما هو أهم شيء تقومون به؟ عليكم بممارسة ذلك في المنزل، لديكم ورقة وقلم، أعد كتابة الحرف كما تراه، تمام؟ وإليكم أن تقوموا بعمود أول الكلمة، عمود منتصف الكلمة، عمود في آخر الكلمة، وكرر ذلك 5 مرات 10 مرات حتى تجيد كتابة الحرف. لا ينفع أن تتحدث الصوت والحرف ولا تستطيع أن تكتب الحرف، لأنك تعرف الصوت لكن تريد أن تقرأ الصوت، فكتابة الصوت أو الحرف تساعد على النطق إن شاء الله عندما تريد أن تقرأ. انظروا إلى الخاء، هو مثل ما ذكرت سابقا في حرف الحاء وفي حرف الجيم، فالخاء في المقدمة في بداية الكلمة وسط الكلمة تكون كذلك، أو ممكن يكون هناك شكلا آخر، وسنجد أمثلة كثيرة إن شاء الله في نهاية التمارين على ذلك. وهذه الخاء في نهاية الكلمة أو في آخر الكلمة، أو في آخر الكلمة. جميل؟ إذا ماذا مطلوب منكم عندما تعودون إلى المنزل؟ عليكم تكرار هذه الأحرف، كرروها، وسوف أرى إذا لديكم مشكلة عندما ألتقي بكم في الدرس القادم. طيب، هل لديكم أي أسئلة؟ طيب، اليوم درسنا 3 أحرف وهي عبارة عن الحاء والخاء والجيم باختلاف الترتيب. أنا أريد حرفا، هل من يريد أن يعطيني 3 حركات في حرف الحاء؟ تفضل يا سامي. حاء بالفتحة ماذا نقول؟ حاء. وبالكسرة؟ حي. وبالضمة؟ حو. أحسنت. عامر ماذا عن الخاء؟ خاء. هذا ماذا نقول عن الفتحة؟ الفتحة. خاء. خي. خي. بالكسرة؟ خو. وخو بالضمة. أخيرا محمد، ماذا قلنا عن حرف، ماذا قلنا؟ احنا قلنا الحاء والخاء، الآن الجيم، ما هي بالفتحة؟ جا. جا. بالكسرة؟ جي. جي. وبالضمة؟ جو. جو. ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا عندما تعودون إلى المنزل أريدكم أن تكتبوا هذه الأحرف كيف تكتب. أفهمتم ذلك؟ هل لديكم من سؤال؟ طيب، جميل جدا، أشكر لكم الاستماع، وبهذا ننتهي من درس اليوم، وإن شاء الله نلتقي في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.